types of applications. Applications of 205 طبعا هنحتاج الوقت كابلكيشن وورد بروسيسنج سوفت وير اللي هو مايكرو سوفت وير. في نوت باد وفي نوت باد دي بعض ايه السوفت وير ابلكيشنز. في داتا بيز سوفت وير، في اوريكل، في مايكروسوفت اكسس، دي كلها الابلكيشنز. في اللي هو الاكسل او في السوفت وير برنامج سيبل شيت. في الابل نمبر ومايكروسوفت اكسل اللي هي عباره عن سيبل شيت سوفت وير. في المالتي ميديا سوفت وير زي الريدر فلاير زي الميديا فلاير، يعني ليها نوع على كل يعني وقت بروسيسنج سوفت وير زي المايكروسوفت وير زي الورد باد زي النوت الداتا بيز سوفت وير زي الاكسس مايكروسوفت اكسس اوريكل الجداول الالكترونيه اللي هي زي الاكسل معايا زي الابل نمبرز المالتي ميديا سوفت وير زي الريال بلاير الميديا بلاير برضه نفس الكلام. انا يهمني انتوا بقى في الماثيماتكس ماثيماتيك هنشوف الماثيماتيكال سوفت وير. يعني لو انا اديتك سؤال زي ده هتكتبوا لي الابلكيشن وهنتكلم باستفاضه عن الماثيماتيكال سوفت وير. وقلنا ان في برامج كتير في الماثيماتكس، قلنا زي ايه؟ وفي الستاتستيك زي ماثيماتيكا، ماسكات، ماتلاب، ميني تاب، ميبل او اس بي اس اس كبرنامج احصاء. الكلام ده قلناه قبل كده وقلنا المهمه بتاع كل برنامج. معايا؟ يبقى انا لما اسالك على الابلكيشن ان عربي طبعا عربي، لما اساله على الابلكيشن ان انجلش ماشي؟ فهنا في الماثيماتيكال سوفت وير هنتكلم عن الموديل اللي بيستخدم اللي بيعمل هنا طبعا رياضيات لغه الرموز سيمبل صح؟ فاحنا عندي سيمبل اور جيومتريك داتا، في حاجات في الهندسه، في حاجات في رموز للجو زي التفاضل زي كده. المهم الماثيماتيكال سوفت وير لو انت عرفته معناه انه بيتعامل مع الجبرا، الكالكولس، بيتعامل مع الجيومتري، بيتعامل مع كل الحاجات الخاصه بيه الهندسه والجبر والتفاضل والكلام ده. تعريف الماثيماتيكال سوفت وير موديل اللي هو بيعمل انالايز، بيعمل اناليسيز اند كالكوليت نوميريك ماشي، وبيحط برضه السيمبلز او السيمبل اللي هي لغه الرموز عشان الماثيماتيكس لغه. في جيومتريك داتا او البيانات الهندسيه نفس الايه؟ نفس الكلام. معايا؟ هنكمل على الحته دي، يا ريت انتوا تشوفوا الحاجه دي. عشان انا مطلوب من تلخصوا لي الحاجات دي بصوره اسئله واجابه. ايه الماثيماتيك؟ طيب الماثيماتيك الماثيماتيكال سوفت وير بيعمل ايه؟ ايه المهمه بتاعته؟ اهو بيعمل ايفالويشن اوف ماثيماتيكال سوفت وير. سوفت وير كالكوليتور كمبيوتر الجبرا سيستم كل ديت خلي بالكم يا ريت تصوروها تبقى عندكم او هتبقى في دي مهمه مين؟ مهمه الماثيماتيكال سوفت وير لان انتوا كبتوع ماثيماتيك يبقى انتوا هتهتموا بالماثيماتيكال سوفت وير. كلكم عارفين الوورد، عارفين الاكسل، عارفين باوربوينت، عارفين مهمه البرامج دي. انتوا كابلكيشنز في الماثيماتيكال سوفت وير بيستخدم في بيعمل اناليسيس او كالكوليت كالكوليشن او اناليسيس. بيعمل ايه بقى؟ المحتويات بتاع الماثيماتيكال سوفت وير بيعمل ايفالويشن اوف ماثيماتيكال سوفت وير. سوفت وير كالكوليتور كمبيوتر الجبرا سيستم ستاتستيك كل ده انكتب بنظريات بيعمل بعض رولز اند بروف سيستمز. في اوبتمايزيشن سوفت وير، في جيومتري دي كلها في البرامج، في الميوزك سوفت وير سيستم، في الويب سايت وفي البروجرامينج لايبريز. عندي في الريفرنس والاكسترنال لينك في البرنامج اللي عندي اللي هو ماثيماتيكال سوفت وير. طيب هنعمل بقى هنمسك واحده واحده من دول. يبقى انت لما هتسال في الماثيماتيكال سوفت وير
هتدي انواع تايبس زي ماثيماتيكا، ماتلاب، ماسكات، ميني تاب، دي اسماء البرامج. اما عموما البرنامج بيعمل اس بي اس اس في الستاتستيك. اما الحاجات اللي هي مكتوبه دي ان الماثيماتيكال سوفت وير بيقوم بالمهمه دي. يبقى انا كهسالك ان انجلش بنفس الطريقه العربي بتاع العربي هساله العربي بس لازم يجاوب انجليزي عشان البرامج مش عربي، صح؟ تكتب المفهوم عربي المصطلحات انجليزي والمفهوم عربي في يبقى ده حاجه مهمه جدا بالنسبه للدكتور ماثيماتكس. خلاص؟ خلاص. هنتكلم عن السوفت وير كالكوليتور. طبعا الكالكوليتور بيعمل ايه؟ كلنا عارفين كالكوليتور مهمته ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى هنا السوفت وير كالكوليتور بيعمل ايه؟ بيعمل مثلا بعض العمليات السيمبل في الماثيماتكس زي اديشن، سبتراكشن، مالتيبيكيشن، ديفيجن. معايا؟ ده الكالكوليتور عموما بيحسب السكوير روت، بيحسب الروتس اللي هي السيمبل ماثيماتيكال الخطوات او الرياضيات البسيطه اللي هي جمع والطرح والضرب والكلام اللي احنا قلناه. الكمبيوتر الجبرا سيستم، واتس ذا الجبرا؟ اللي هو الجبر، كل الحاجات اللي بتتعمل فيه اللي انتوا درستوها في الجبر اللي كانت بتوع رابعه يبقى اكيد درستوا جبر، درستوا هندسه في كليات التربيه يعني. الكمبيوتر الجبرا سيستم اللي هي كل العمليات الخاصه بالكمبيوتر الجبرا سيستم ذات يوز اللي فيها في الرياضيات اللي هي السيمبلز. طبعا كل الجبر سيمبلز، يعني ايه؟ رموز، صح؟ اكس واي زد، كذلك في الكالكولس. فده بيعمل الكلاسيكال الجبرا ايكويشنز، بيعمل سولف للايكويشنز. يبقى انت هتكتب برضه كان عربي هيقول ايه؟ ان حل معادلات من خلال الجبر اللي هو معايا موجود يعني. بعد كده الاستاتستيك اللي هي الاحصاء، وقلنا برنامج الاحصاء بيتعامل مع الاستاتستيك اللي هو اس بي اس اس. هنا في الاستاتستيك ده ليزو ستاتستيك باكجز اللي هي عندك الباكج كامله للحاجه الخاصه بالاستاتستيك، المين، الميديان، المود، ريجريشن، بتعمل جراف، بتعمل ريبريزنتيشن للداتا، صح؟ كل الحاجات الاحصائيه من خلال الماثيماتيك. طبعا هناك بقى برامج ذكيه بتعمل ايه؟ في النظريات الثيوريز والبروفز اللي هي خاصه ببرهنه النظريات. خلاص؟ يبقى انت كبتاع رياضيات مطلوب منك الكلام اللي انا بقوله لك. هنتعرض بقى بالتفصيل لبعض الحاجات المهمه. بعد الاستاتستيك طبعا في الجيومتري اللي هي الحاجات الهندسيه. تمام؟ في حاجات كتير خاصه بالماثيماتكس بتتعامل مع السوفت وير اللي هي ابلكيشن سوفت وير ان ماثيماتكس ستاتستيك ساينس. عدد السوفت وير بيعملوا معايا في البرامج او خاصه بالبرامج الماثيماتيك. يعني في مايكروسوفت ماثيماتيك عامله برامج كتير في الماثيماتيك وكلها في على فكره في حاجات كتير جدا لطلاب الماثيماتيكس معايا. يعني هنا الايكويشن، شايفين الايكويشنز دي معايا يا شباب؟ في الماس اديتور معايا، ده برنامج الماس اللي هو الماس اديتور اللي هو طبعا الماس اديتور يبقى هو خاص بالماثيماتيك ايكويشنز ماشي لجميع الانواع اللي هي السيمبل او السيمبل زي سيمبلز كتير الفا بيتا جاما كلها في سيمبلز السكوير روت الانتجريت او معايا كل ده في خصائص. ايه خاص مثلا بالكالكوليتور؟ يعني كل جزء من اللي انا قلته يا جماعه في حته تاني. فانا بعتوا لكم برضه نفس الكلام دي الكالكوليتور او الحسابات اللي الاطفال الصغيره بتشتغل عليها الكالكوليتور.
معايا؟ وازاي بيحصل في العنصر من خلال كلمات دي كلها الكريتور مودفيكيشن. طبعا دي كلهم انتوا عارفينه في بتوع الرياضيات، بس الحاجه الوحيده اللي انتوا مش عارفينها ان 2 زائد 7 ما بيساويش كام؟ مش عارفينها. دي الحاجه الوحيده اللي انتوا مش عارفينها. وده 2 بلس 7 ايكوال 9. كويس، انت حافظ كده الجامعه. سنه رابعه كليه التربيه وحافظ كده الجامعه. دي كلها أمثلة على الكورس بتاعنا. خلال محاضرة النهاردة هنشوف ازاي نقدر نحل عمليات حسابية على الميبل، نحل بعض الإيكويشنز، ونشوف الانتجريشن والليمت. أول ما بتفتح الميبل بيطلع لك الشاشة اللي قدامك ديت. فأول حاجة هنعمل نيو. الشاشة البيضة دي هي اللي بنعمل فيها كل العمليات الحسابية. إذا بصيت على الشمال هتلاقي في حاجة اسمها الفيفوريت، ودي الحاجات اللي أنت بتخزن فيها العمليات الحسابية اللي أنت بتفضلها، اللي أنت بتستخدمها بكثرة، مثلا زي الليمت، الانتجريشن، الديفرنشيشن. في بعد كده عندنا الاكسبريشنز، ودي بتشمل الحاجات العامة في العمليات الحسابية اللي أنت بتنفذها. الخانة اللي بعديها هتلاقي فيها حاجات تانية زي الليمت، زي البارشال ديريفاتيف، زي الفيرست بارشال ديريفاتيف، البارشال ديريفاتيف لحد ان، فيها الانتجريشن. بعدين الخانة اللي بعدها هتلاقي فيها بعض الحاجات زي الباي، زي الاكسبوننت، زي السميشن، البرودكت. بعدين اذا حابب مثلا تكتب ماتريكس فممكن تيجي هنا وتحدد نمبر اوف روز والكولومز، فهل هي ماتريكس او فيكتور. وبالنسبه للسيمبلز اللي احنا بنكتبها هنا ممكن نكتب حروف عاديه زي اكس وواي وحاجات زي كده، او ممكن برضو تستخدم الجريك ليترز زي الرو والالفا والفاي والابساي والحاجات اللي زي كده. فخلينا نبتدي الاول نعمل عمليه حسابيه بسيطه. فبنقول مثلا 12 بلس 15 وهندوس انتر فقال لك 27. او ممكن نيجي مثلا على الاكسبريشن اللي هنا واحنا عايزين نحسب مثلا ايه 20 ونضرب في، نحط علامه الفي، وبعد كده نحط ايه الجذر، وهنغير الاي دي مثلا نخليها 4. فالمفروض الجذر بتاع ال 4 ب 2 اللي هو هيديني 40. او ممكن تكتب الجذر كالطريقه اللي قدامنا دي، مثلا تكتب سكويرت وبعد كده تفتح قوس وتقفل قوس وتكتب جواه مثلا 4 فهيقول لك 2. طب خلينا مثلا نختار الفراكشن دوت ونقول ان هو 4 وتحت 3، وهنقول بعد كده في ونضرب في الجذر دوت ونحط مكان ال A ديت مثلا 7 وندوس انتر، فهتلاقيه قال لك 4 سكوير روت اوف 7 على 3. اذا انت حابب تشوف الكلام دوت في شكل فلوت نمبر، فكل اللي هتعمله ممكن تاخد الكلام ده كله كنترول سي وتيجي هنا تكتب ايفال ايفالويت وبعد كده اف، دي معناها فلوتنج بوينت، وتكتب جواها الكلام دوت. اذا دوست انتر فطلع لك الكلام ده بيساوي كام في شكل فلوتنج بوينت. ممكن تيجي هنا مثلا وتعمل اي باور اي وتغير الاي دي مثلا تخليها الاثنين وتدوس انتر فهيطلع لك القيمه بتاعتها، او ممكن تقول اي فال اف وبعد كده تاخد الكلام ده كله كنترول سي وتحطها هنا وتدوس انتر فهيطلع لك القيمه. الطريقه الثانيه لكتابه الاكسبوننت ممكن تقول اي اكس بي وبعد كده تفتح قوس وتقفل قوس وتكتب جواه مثلا 2 فهيطلع لك القيمه دي. اذا عايز تكتب لين مثلا تقول لين اوف 8 اللي هي بتساوي ايه 3 لين 2. وإذا عايز تجيب لوك والبيس بتاعه 10 فكل اللي هتعمله هتقول لوك وبعد كده 10 وهتكتب جواه الرقم. فجوه القوس دوت مثلا إذا كتبنا 100 المفروض هيرجع لنا 2. تخيل مثلا إن أنا عندي زد باور 2 بعد كده مجموعة على 5 زد بعد كده بلس 6 والكلام ده بيساوي صفر. إحنا عايزين نحل المعادلة ديت. فالمعادلة دي ليها حلين، حل عند الاثنين وحل عند التلاتة. فازاي نشوف الكلام دوت بالميبل؟ فكل اللي هنعمله هنقول اف سولف ونفتح قوس ونقفل قوس. واحنا دلوقتي عايزين نحل المعادلة دي بالنسبة لانهي فاريبل، فهنقول كوما وهنحط الفاريبل بتاعنا اللي هو زد، فالمفروض هيدينا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. الاف سولف بيحللك بالنسبة للفلوتنج بوينت. اذا قلت اذا خدت المعادله دي كلها كنترول سي وحطيتها هنا من غير الاف سولف هيرجع لك نيجاتيف 2 عاديه ونيجاتيف 3 من غير الارقام اللي بعد العلامه العشريه. طب فلنفترض مثلا ان انا عندي فاريبل اسمه في وهنقول ده بيساوي اي بلس اكس الكل باور 2. ممكن نعلم على الايكويشن بتاعتنا كلها ونيجي على اليمين بتاع الشاشه نيجي على سولف ونختار سولف فور فاريبل بالنسبة لإكس،
فهيطلع لك يقول لك الاكس دي بتساوي كام بالنسبه للفاريبلز التانيين. فاذا قلنا سولف فور اكس، فقال لك اكس بتساوي نيجاتيف اي بلس سكوير روت اوف في، او هيقول لك اكس بتساوي نيجاتيف اي ماينس سكوير روت اوف في. في حاجه عايزين نفهمها، ان دلوقتي بعد ما حلينا المعادله دي، اذا جينا بعد كده كتبنا الفي، فمش هيقول لك ان هي بتساوي اي بلس اكس اس 2. علشان تخلي الفي دي تاخد القيمه اللي قدامها، لازم تحط هنا النقطتين الدبل كولوم ديت وتدوس انتر. اذا جيت بعد كده سالته قلت له هي مين الفي، فهيقول لك ان هي اي بلس اكس سكوير. فلازم دايما تحط النقطتين اللي فوق بعض دولت مع يساوي. طب خلينا مثلا ناخد مثال اكتر صعوبه. فلنفترض مثلا ان انا عندي اي اوف تي، ودي بتساوي الباي مضروبه في مثلا هناخد سيمبل جريك ليترز رو اوف تي، وبعد كده مضروبه في الفراكشن، الفراكشن دوت، بعد كده ام مثلا كونستانت مضروب في اكسبوننشال اكس اوف تي ناقص ام مضروب في اكسبوننشال نيجاتيف اكس اوف تي مقسوم على اكسبوننشال اكس اوف تي ناقص اكسبوننشال نيجاتيف اكس اوف تي. عايزين نشوف الاكس اوف تي بتساوي ايه بالنسبه لبقيه الفاريبلز اللي هم الام والرو اوف تي والباي والاي اوف تي. فكل اللي هنعمله مثلا ان احنا هناخد المعادله دي كلها زي ما هي، هنقول كنترول سي، وهنيجي على السطر اللي بعده نكتب سولف، وبعد كده هنكتب اسم المعادله بتاعتنا كوما اكس اوف تي. اذا دوسنا انتر هنلاقي ادانا المعادله اللي قدامنا دي. معنى كده ان الاكس اوف تي بتساوي لين الكلام دوت، او الاكس اوف تي بتساوي لين الكلام دوت. نقدر نعلم على المعادله ديت ونختار سمبليفاي، بعد كده سمبليفاي هنا، فهنلاقيه اختصرها لك بالشكل اللي قدامه دوت. طب فلنفترض مثلا ان انا عندي اكس زائد 5 الكل مثلا باور 3 مضروب في اكس بلس 3 مثلا الكل باور 4، ودوسنا انتر فادالك المعادله دي. نقدر نعلم عليها ونعمل اكسباند، هتلاقيه فكها لك ل x باور 7 بلس 27 x باور 6 زي ما انت شايف. وممكن تعلم على المعادله ديت اذا عندك المعادله مفكوكه وعايز تعملها في شكل فاكتورز، فبتيجي هنا وبتختار فاكتور، فهتلاقيه رجعها لك تاني لاقواس زي الاول. علشان تعمل انتجريشن ممكن تيجي على الاكسبريشن وتختار الانتجريشن اللي انت عايز تعمله، او ممكن تيجي على الكالكولاس وتختار مثلا انتجريشن. فهنقول ان احنا عايزين نعمل انتجريشن، نشيل الاف ونكتب مكانها مثلا ساين a مضروبه في اكس بالنسبه للاكس، واذا دوسنا انتر فادالك قال لك نيجاتيف كوزاين او في اكس على a. ممكن تختار الدبل انتجريشن دوت وتقول مثلا y مضروبه في كوزاين 5 في اكس وندوس انتر، فهتلاقي ادالك النتيجه اللي قدامك ديت. فهنا هو كامل مره بالنسبه للواي والمره الثانيه بالنسبه للاكس. نفس القصه ممكن نختار التكامل دوت وناخد الكوزاين 5 اوف اكس بدل الاف مثلا، ونحط هنا الباوندري كونديشن بتاعتنا، فهنختار الفراكشن دوت وهنقول مثلا باي على 3 لحد الصفر، واذا دوسنا انتر فهتلاقي قال لك ان النتيجه بتساوي السكوير روت اوف 3 على 10. خلينا نقول مثلا عندنا y of x دي بتساوي x باور 5 زائد 5x زائد 3، وعلشان نخليها بتساويها فعلا فهنحط النقطتين وهندوس انتر، وبعد كده هنعمل الانتجريشن بتاعنا دوت لل y of x وهندوس انتر، هتلاقيه طلع لك النتيجة اللي قدامك ديت. طيب فلنفترض مثلا ان انا عندي ساين اوف اكس مقسوم على اكس، وعايز اجيب الليمت بتاعت الداله دي، فممكن اعلم عليها وهاجي هنا على اليمين اختار ليمت، هيطلع لي البوكس ده بيقول لي انت عايز تعمل ليمت بالنسبه للاكس عشان ما عنديش فاريبلز ثانيه، وهعمل الليمت بوينت ان هو بيروح لحد الصفر، واذا قلت اوكي فهتلاقي جاب لك الليمت للداله ديت.